أسعد الله مساءكم وجزء الله من الأنباء من التناصح. قال وزير الخارجية التركية داود شاويش أوغلو إن بلاده تؤيد الحلول الدبلوماسية وبانتظار انسحاب حفتر وجميع القوى الداعمة له من سرت والشفرة. أوغلو في تصريح له أضاف إن حفتر لا يملك حلولا دبلوماسية ولا خريطة واضحة للمضي قدما، لذلك من حق حكومة الوفاق عدم تصديقه، لافتا إن فرنسا والإمارات ومصر أخلت بالقرارات الأممية الخاصة بالوضع في ليبيا، مؤكدا إن مساعي بلاده مستمرة من أجل التوصل لحل دبلوماسي في ليبيا. أدانت المؤسسة الوطنية للنفط الأحد الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك. المؤسسة وفي بيان لها أوضحت أنها أجبرت على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط في ليبيا، وذلك من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية، مضيفا أن دولة الإمارات هي من أعطت التعليمات لميليشيا حفتر لإيقاف الإنتاج. كما طالبت المؤسسة في بيانها بانسحاب جميع المرتزقة التابعين لميليشيا حفتر من منشآت النفط الليبية. أعربت السفارة الأمريكية عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي، موضحة أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي أعاقت التقدم بليبيا. السفارة وفي بيان لها الأحد أفادت أن غارات مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسات الوطنية والرسائل المتضاربة المصاغة بعواصم أجنبية والتي نقلتها عنهم ميليشيا حفتر أضرت بجميع الليبيين. قال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني إن الشروط التي وضعها الناطق باسم مجرم الحرب حفتر أحمد المسماري لإعادة فتح حقول وموانئ النفط تبرهن ارتهان حفتر للخارج، وإن القرار ليس بيده. وأوضح السني خلال لقاء تلفزي الأحد على قناة الحرة الأمريكية إن حفتر مجرم حرب وليس له مكان في العملية السياسية. وأفاد السني إن تعاون حكومة الوفاق مع تركيا هو من باب الدفاع عن النفس ودفع محاولة الانقلاب في البلاد. نهاية موجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.